ريادة الأعمال هي الطريق نحو التميز في سوق العمل الذي يطلق الإبداعات والابتكارات المبدعة القادرة على تحقيق الأحلام والرؤى الواعدة. وبالتالي لريادة الأعمال فوائد كثيرة، منها أولا الاستقلالية، فملكية المشروع تتيح لرائد الأعمال الاستقلالية بمشروعه والفرصة لتحقيق ما يصبو إليه، ورواد الأعمال يطمحون إلى تحقيق ما يحلمون به في هذه الحياة. وشعور رائد الأعمال بالعمل لنفسه لا للآخرين يدفعه لتقدير مسؤولية هذه الاستقلالية. الفائدة الثانية فرصة للتميز، يمكن من خلال ريادة الأعمال تحقيق أهداف متميزة مختلفة عن الآخرين وابتكار أفكار ومشروعات ريادية مختلفة. رواد الأعمال يسعون إلى الجمع بين الأهداف الاجتماعية والرغبة في تحقيق الأهداف الاقتصادية. الفائدة الثالثة ريادة الأعمال فرصة لتحقيق أقصى الطموحات، فكثير من الناس يجد أن عمله لا يحمل أي تحدي وغير ممتع، لكن رواد الأعمال يختلفون، فبالنسبة إليهم فهناك فروق بسيطة بين العمل والمتعة، إذ يجد رواد الأعمال في استثماراتهم فرصة للتعبير عن النفس وتحقيق الذات، فهم يعلمون أن حدود نجاحهم هو الإبداع وحماسهم ورؤيتهم، وإن امتلاك المشروع الخاص يمنح الشعور بالقوة والتمكن. فرصة لتحقيق الأرباح هي الفائدة الرابعة لريادة الأعمال. على الرغم من أن الحصول على المشروع المستقل ليس هو الدافع الوحيد لمعظم رواد الأعمال، فالأرباح التي تمنحها مشروعاتهم من أهم الدوافع لإنشاء هذه المشروعات، فمعظم رواد الأعمال لا يأملون الانضمام لمجتمع الثراء بقدر ما يحلمون بتحقيق الثروات. الفائدة الخامسة هي فرصة للمساهمة في المجتمع وتنمية الاقتصاد. تشجع المنتجات والخدمات الجديدة التي ابتكرها رواد الأعمال المستهلكين على التكيف مع الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة، وبالتالي تساعد ريادة الأعمال المستهلكين في امتلاك عقل متفتح ينتج عنه معنويات أفضل ومستوى معيشة ونوعية حياة أفضل. وعلى مر الأيام يدرك رواد الأعمال أن لمشروعاتهم أهمية، وذلك في الاستثمار المحلي وما لعملهم من أثر مهم في الاقتصاد الوطني. الفائدة السادسة لريادة الأعمال هي تنمية مهارات الإبداع والابتكار. إن الإبداع والخيال هما مقدرتان من الطاقة الإنتاجية تساعدان على اكتساب المعرفة، فريادة الأعمال تتيح تنمية مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي والتجديد المستمر. أخيرا من فوائد ريادة الأعمال إيجاد فرص عمل أخرى. من أهم ما يميز ريادة الأعمال أنها لا تقدم للرائد عملا، بل تجعله قادرا على إيجاد فرص عمل للآخرين بحيث يؤدون تلك الأعمال التي يستمتعون بها، وهذه بحد ذاتها مساهمة في تنمية رأس المال البشري وإتاحة الفرص الجديدة للأعمال.